السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز، وين باريس سان جيرمان، وين يراقب رياض محرز، يعني وين يراقب رياض محرز. انا الى من مكتوب هو باغي مانشستر سيتي ان شاء الله بربي يدي تشامبيونز ليغ ويروح هو باش يربط الشامبيونز ليغ. ما ننجموش الناس الناس احنا كنا عارفين. انا كي شفتو لعب 3 ماتش، لعب 3 ماتش ما غاديش يلعب سورتو التاليه. انا كون ما لعبهش نهار السبت يعني دونتري نقول ما لعبوش كاع، والله العظيم نقول لكم بلي كان غادي يلعبه اليوم. اليوم كان غادي يلعب تيتيلان كونت الريال يلعبتي، بصح كي شفته زاد لعبه عرف بلي ما غاديش يلعبها كونت ريال مدريد، عرف بلي ما غاديش يلعبها كونت ريال مدريد. هي قضيات حلول تاع مدرب، هو اللي يتحاسب، هو المسؤول عليها، هو المسؤول، المدرب هو المسؤول. انت مش تعرف انت كيفاش مدرب كيفاش يشوف فيها، انت مش تعرف هي قام تاع بدنيه تاع اللاعبين كيفاش يخدم هو على بالك اللاعبين. مش كما الناس تشوف، انت تشوف بلي محرز لازم محرز تيتيلان، لا مدرب يشوف حاجه وحده اخرى. واحد كيما قوالو مدربين لي كوتشين هادو يشوفوا حاجه وحده اخرى، ما يشوفش كيما تشوف انتيا بلي محرز ما يخرج. كيما نهار المشرف تاعكم قال لكم شكون اللي يقول لي شكون اللي يقبل لك خرج محرز ولا ما لعبش محرز. لا على حساب المباراه، على حساب المباراة قادر تلعبو قادر ما تلعبهاش. شوف انت اش عندك اللمسة تاعك كي دايرة، هذه هي. نعاودو نولو وين نتكلمو. المهم محرز احنا نعرفو القدرات تاع محرز، محرز لاعب كبير، محرز يعني وين كشفت تقارير إعلامية فرنسية أول أمس أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تراقب عدد من نجوم الباريزيين في مختلف الأندية، من بينهم النجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل ظفر بخدماته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة القادمة. يعني وين نقولوا باللي وين السابع منها إلى تعزيز سعي منها إلى تعزيز القاطرة الأمامية لنادي العاصمة الفرنسية، حيث حسب موقع فوت 01 الفرنسية، فإن يعني باريس سان جيرمان يعمل على مراقبة موقف يعني رياض محرز مع ناديه مانشستر بعدما أصبح خيار ثاني في خطط المدرب الإسباني بيب غوارديولا، يعني نتيجة تألق جاك يعني وبرناردو سيلفا في الموسم الحالي. وتبع أن رياض محرز لم يعد راضي بأخذ الدور الثانوي مع مانشستر سيتي، وبات يبحث عن المغادرة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة رغم أن عقده ينتهي في شهر جوان 2025 مع فريقه الإنجليزي. وأوضح أن باريس سان جيرمان يرى في رياض محرز خيار من يعوض نيمار دي سيلفا في حال مغادرة الفريق الفرنسي في الانتقالات الصيفية القادمة. بإمكانه يعني صناعة ثنائي قوي يعني للغاية مع الموهبة يعني بابي في الموسم القادم. يعني ويا ميسي راه رايح، نيمار رايحين، صحيح سيبو. المهم احنا المهم رياض محرز وين رياض محرز وين ما يروح يلعب. في هذا الجانب ما كاش إشكال عند رياض محرز، ما عندوش إشكال. كان يقول لكم نو بالكم، لا ما عندوش إشكال يروح يلعب نورمال عادي. وقال أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تعلم جيدا أنها يعني ستواجه صعوبة في إقناع ناظرتها مانشستر سيتي حتى تتخلى عن خدمات رياض محرز في الصيف القادم، لذلك ستكون يعني مستعدة لدفع 25 مليون يورو كي تحسم الصفقة. واختتم أن باريس سان جيرمان مستعد للجلوس على الطاولة والمفاوضات مع مانشستر سيتي، لكن يبقى أمامها يعني الفترة الحالية العمل على إقناع النجم الجزائري رياض محرز بالمشروع، خاصة للموسم القادم والذي يطمح فيه الفريق أن تحقق لقب الدور أبطال أوروبا الجديد. يعني جدير بالذكر أن محرز خاض مع مانشستر سيتي يعني لحد الآن في 41 مباراة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم بمجموع دقائق لعب بلغت يعني وقد سجل
يعني 15 هدف وقدم يعني 10 تمريرات حاسمة. أنا المهم رياض محرز وين المكانة تاعو يعني، بس خدت على الصالير تاع محرز في مانشستر يعني، صالير يعني ما يخليش فينك محرز، فينك محرز فينك يخليه يخمم الصالير تاعه شحال يدي في العام مع مانشستر سيتي، يدي 12 مليون يورو وشحال طايحت له في الشهر، الشهرية تاعو يعني لي بريم تاعو بزاف صوالح. يا حسرة حس باغي هاكا ولا هادي يقولوا ما قري واحد يا سيوبير قال لي كيفاش غوارديولا يشكر يا ولي غوارديولا، يقول لكم غوارديولا لا رانا من 2018 ما حدث، راه من 2018 19 20 21 22 23 راه في 7 سنين، قولوا راه دخل في 7 سنين ما انت ما ستو ما عرفتوش غوارديولا كي كثر المديح على رياض محرز ما غاديش يلعبه. غوارديولا كي كثر المديح على رياض محرز نعرف بلي غادي ما يلعبهش، واش عامل خطره نقولها لكم، انا كي نشوفو يكثر في المديح على رياض محرز نعرف بلي غادي ما يلعبهش، نعرف بلي غادي يجيب له الرقاد ما يلعبهش مباراه. شتو كيفاش تشامبيونز ليغ دومي في كارت دو فينال دومي فينال، خاطش عليه بيناردو سيلفا، لاكاش بيناردو سيلفا ما دارش مليح بالك، هذه حاجه وحده اخرى. بصح الا قعد بيناردو سيلفا كيما لعب كونت بايرن ميونخ مبلع جهته ويلعب، خاطش عليه يحتاج بيناردو سيلفا يدخل يلعب في الميليو تيرا، يساعد الميليو تيرا، يساعد راخر دي بروين يعني يساعده مليح، ويساعد في لا ديفونس يعاود يولي يخدم خدام. هذه هي اللي لا ضربك الى شوف ضربك يعني دوزيام مي طون، بالك تكون تغيير في الخطط بيكونوا بزاف صوالح، بالك يكون رياض محرز يعني من يكون صاحب الحظ باش يلعب هذا مكان. بصح كيما هكا يعني رانا نقولوا نعاودوا محرز ماشي محرز ماشي لعاب، لازم نعرفوا ماشي محرز ماشي لعاب، لا ما تغلطوش ماهوش محرز ماشي لعاب، لا خيار مدرب، خيار تاع مدربين، هو يشوف المباراه يشوف، ما تنجمش تهدر كيفاش يا نقول لكم يا ربي يا ربي راحت المهم حنا دروك رياض محرز وين يبقى اللعاب يعني وين يصنع 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 الحادث يعني دائما، وين رياض محرز وين يصنع الحادث، ونتمناو له ان شاء الله بربي النجاح برك هذا، ماشي نتمناو النجاح، نجاح في حياته الشخصيه. كان يقول لي انت راك تدعي له تقول له ناجح، يا ودي مش انا في حياته الشخصيه شحال يخلص، احنا في اللعب في اللعب نتمناو له في اللعب يلعب هذا مكان. هذه هي ومحرز راه نقولوا 32 عام 32 عام بزاف، كاين بزاف امور اللي تخدم رياض محرز، انا ماذا بينا كوفيد الخطا يديها، لا بغات راه روبلاسون بصح راه فيها شارك فيها، لعب برومي تور ولعب دوزيام تور يعني ما لعبش كار دو فينال، ما لعبش توالي في الدوزيام ماتش في الملعب الاتحادي يلعب يعني، واحد ما يتقلقش خاصه الناس كاع خرجوا ولاو علامه، غادي يخرجوا ولاو علامه، واحد يقولوا ماذا بيا كاين اللي يبغي الريال، كاين اللي يبغي الريال، انا نقول لكم كاين اللي يبغي الريال، ومي ما يلعبش محرز يخرج تلاقي ماكر، رانا نضرب مي ما كاش محرز يا ودي لا مش كيف انا ماذا بيا مانشستر تديها، ومحرز لا بغات لو بلاصو تديها نورمال عادي، خاطش محرز شارك فيها، راه مشارك فيها لازم واحد يكون عاقل، محرز راه مشارك فيها هذه هي. يا وليدي هدرا مالات حنا المهم وين ان شاء الله بربي حاجة اللي نتمناوها ان شاء الله، ماذا بينا وين ما يروح يلعب يدي صورتو مع مونت في مع باريس سان جيرمان، فعني يدي شامبيون يدي كاس فرنسا يدي لقط يلقط، خاطش علاه عندو 32 عام ما ننساوش يعني، عدو 3 سنين وحدة أخرى ولا عامين وتبقاو على خير، عدو 3 سنين عامين وتبقاو على خير، بالك في راسو باش يلعب كوب دي موند.
ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، خاصه بارطاجونا لي فيديو، اللي مشي ابوني معنا باش ديما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي.